جمعة من العزلات. تفضل يا أخوي جمعة. تفضل يا جمعة. بارك فيك الله يسرك ان شاء الله. بنفسك سؤال الله يفتح عليك في حاليا في النداء حاليا في الاذان في المساجد. ايه طبعا صار موقوف في المساجد من نتيجه الظروف ان شاء الله ربي يرفعها علينا يعني. اللهم امين يا رب. اللهم امين. فيه اللي يقول انا لا اله الا محمد رسول الله. الصلاه في بيوتكم من الصلاه في رحالكم فلا حرج. سامحني شويه. من قعد فلا حرج. وهناك من يقول من قعد فلا حرج. لا هي وهناك من يقول صلوا في رحالكم. نعم. وهناك من يقول صلوا في رحابكم. وهناك من يقول صلوا في بيوتكم. صحيح. طيب بالله تو احنا يعني ناس في حاله رحال زي ما نقول. هذه كانت ايام النبي والصحابه لما كانوا في الجهاد ولا فرحين على الرحل على الابل وعلى البغال وكذا. نعم. تو في حاله استقرار في البيوت يعني اعتقد لها بيوتكم والله اعلم. طيب صحيح. تبارك الله. اسمع كلام الشيخ يا حسين. وهذا في جامعة. طيب. واحد في مسجد كل واحد كل مؤذن الظهر يقول شكل والواحد يقول مغرب شكل وكل واحد يندع على صلاة العباد يقول الناس يعني ما ما يصحش يجب يتفقوا يعني. باي حاضر. تسمع كلام الشيخ. سامحني الرحاب تفسيرها الله اعلم يعني باي سيدي تفسير من الشيخ الشيخ حمزة زيد الله يبارك فيك. حاضر شكرا. طيب اذا اديكم الاخ جمعه من العجلات شيخنا يقول النداء في المساجد لما يعني الان وخاصه احنا في ناس المؤذن يؤذن ويقول بعدها من قعد فلا حرج وبعض المؤذنين يقول صلوا في رحالكم وبعضهم يقول صلوا في رحابكم وبعضهم يقول صلوا في بيوتكم. شيخنا ما العبارات هل مختلفه يعني هل هذه جائزه كلها او غير موجوده اصلا او هذه جائزه كلها لا شيء فيها لان هي عباره عن اعلام الناس بأن صلاة الجماعة يعني غير متوفرة صلاة الجماعة غير متوفرة في المسجد. إذن أين سيصلي الناس؟ يصلون في بيوتهم. فالذي قال في بيوتكم أصاب ومن قال في رحالكم استعمل لفظ الحديث معروف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده في قضية الغزوات يعني عندما يكون هناك برد شديد أو ريح شديدة جدا يأمر المؤذن بأن يقول ألا صلوا في رحالكم وإذا قال في رحابكم لا بأس بذلك كذلك. فكل الكلمات التي قالها الساعي هي لا حرج عليه فيها.